بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي، عدت إليكم في هذه الحصة لتصحيح التعبير الكتابي الأخير والمتعلق بمجال السياحة. لذلك أدعوكم إلى أخذ أوراق التحرير، أقصد بها الأوراق التي كتبتم فيها مواضيعكم. أنا أنتظركم. سأقرأ عليكم نص الموضوع من أجل تذكيركم به. كنت رفقة والدتي نتجول في إحدى ساحات مدينتنا، فاستوقفني طفل بصحبة والديه يزور مدينتنا لأول مرة، وطلب مني أن أحدثه عنها. الآن سأطرح عليكم مجموعة من الأسئلة، تبينوا أجوبتها في مواضيعكم. هل أشرت إلى حدث البداية وهو التجول رفقة الوالدة دائما في المقدمة كما قلت لكم في الحصة السابقة؟ قبل أن تذكر كلمات الترحيب عليك أن تحدد أو تشير إلى حدث البداية وهو التجول رفقة الوالدة. أيضا هل سؤال موالي، هل ذكرت مكان الحدث وهو الساحة التي التقيت فيها ذلك الطفل؟ ما هي هذه الساحة؟ هل أعطيتها اسما؟ هل سميتها؟ سؤال آخر، ما زلنا في المقدمة، هل ضمنت مقدمتك ألفاظ مقدمتك ألفاظ الترحيب كمرحبا بك، أهلا وسهلا بك؟ الآن نصل إلى العرض، يعني الفقرة الثانية من موضوع الذي يجب أن تكون قد كتبته. هل حددت موقع مدينة الرباط؟ هل ذكرت المعالم التاريخية التي تزخر بها مدينتنا؟ بماذا وصفت أهل مدينتنا؟ بالكرماء مثلا، بالمضيافين، يعني أنهم يحسنون إكرام الناس. هل أشرت إلى المواسم الفنية أو الرياضية التي تشتهر بها العاصمة؟ مثلا مهرجان موازين، أسبوع الفرس. تستطيع أن تبحث عن أحداث تطبع أو طبعت مدينة الرباط، عاصمة الإدارية للمملكة. ثم هل ختمت موضوعك بشكر الطفل لك على المعلومات التي قدمتها له؟ أدعوك إلى إعادة قراءة تعبيرك وتصحيح الأخطاء إذا ما كنت قد ارتكبتها. عليك أن تكتب بخط جيد وتستغل علامات الترقيم. أتمنى أن تكتب موضوعك في فقرات واضحة المعالم، وشكراً.